أعزائي طلبة وطالبات المستوى الأول، برنامج الساعات المعتمدة باللغة العربية استكمالا لمادة العلوم السلوكية الفصل التاسع بعنوان اتخاذ القرارات. أولا، مفهوم اتخاذ القرارات. إن عملية اتخاذ القرارات تشير إلى انتقاء بديل من بين عدة بدائل متاحة بحيث يصل الإداري إلى نتيجة معينة عما يجب أن يؤديه وعما يجب أن لا يؤديه في موقف معين ووقت معين. وبالتالي لابد أن نتذكر أن عملية اتخاذ القرارات تعتمد على المعلومات، تعتمد على وجود البدائل. أن اتخاذ القرار ليس هدفا في حد ذاته، وإنما وسيلة لتحقيق أهداف معينة. هناك فارق بين صناعة القرار واتخاذ القرار، حيث تشير صناعة القرار إلى الخطة أو المنهج الذي يتبعه الفرد حتى يصل إلى القرار، بينما يشير اتخاذ القرار إلى المحصلة النهائية لصناعته. فإذا كان المدير بصدد اتخاذ قرار بترقية أحد الموظفين لمنصب معين وكان أمامه 5 موظفين، فتبدأ صناعة القرار من خلال قيام المدير بجمع معلومات عن المرشحين 5 ودراسة السيرة الذاتية لكل منهم والتحري عنهم من خلال رؤسائهم المباشرين وغير ذلك. ثم يستخدم المدير بعض المعايير للمفاضلة بينهم مثل الكفاءة والأقدمية وغيرها، وكل ذلك يعتبر صناعة للقرار. وعندما تتضح الرؤية للمدير ويعرف من هو الموظف الذي يستحق الترقية، يقوم باتخاذ قرارا بترقيته. 5، تتأثر عملية اتخاذ القرارات بدوافع الفرد متخذ القرار. 6، إن اتخاذ القرارات عملية مستمرة داخل المنظمات لأنها ضرورية وهامة لاستمرارها في دنيا الأعمال. ثانيا، أنواع القرارات الإدارية. 1، القرارات الروتينية المبرمجة والقرارات غير المبرمجة. يمكن توضيح الفرق ما بين القرارات المبرمجة والقرارات غير المبرمجة من خلال الجدول التالي. أولا، من حيث العوامل، المشكلة في القرارات المبرمجة بسيطة ومتكررة، بينما في القرارات غير المبرمجة معقدة ومفاجأة. تعتمد القرارات المبرمجة على وسيلة الخبرة في اتخاذ القرار، بينما تعتمد القرارات غير المبرمجة على الأسلوب العلمي. القرارات المبرمجة قصيرة الأجل، بينما القرارات غير المبرمجة تأثيرها طويل الأجل. القرارات المبرمجة يتم اتخاذها بواسطة الإدارة الوسطى والدنيا، بينما القرارات غير المبرمجة يتم اتخاذها بواسطة الإدارة العليا. 2، القرارات الاستراتيجية والقرارات التكتيكية والقرارات التشغيلية. بالنسبة للقرارات الاستراتيجية، هي تلك القرارات الهامة والحيوية التي تتخذها المستويات الإدارية العليا، وتتميز بالتعقيد والشمولية وتكون أثرها بعيدة المدى. أما القرارات التكتيكية فهي تلك القرارات المنبثقة من القرارات الاستراتيجية، وهي غالبا تغطي فترة زمنية متوسطة ويتم اتخاذها بواسطة الإدارة الوسطى. القرارات التشغيلية هي قرارات تهدف إلى تيسير الأعمال اليومية والتشغيلية والأنشطة البسيطة في المنظمة، وهي منبثقة من القرارات التكتيكية،
وتتخذ بواسطة الإدارة الدنيا، وتغطي فترة زمنية قصيرة تتراوح ما بين يوم إلى شهور. ثلاثة، القرارات المؤكدة والقرارات غير المؤكدة. القرارات المؤكدة هي تلك القرارات التي يتم اتخاذها في ظل ظروف معروفة وهناك توقع من قبل الإدارة باحتمال حدوثها، وبالتالي تكون نتائج هذه القرارات وتأثيرها إلى حد كبير معروفة بشكل مسبق. أما القرارات غير المؤكدة هي تلك القرارات التي تكون مصحوبة بدرجة عالية من المخاطرة، فنجد أن مدير التسويق الذي يتخذ قرارات خاصة بدخول سوق جديدة دون أن يكون لديه المعلومات الكافية عن هذا السوق، فإن هذا القرار يعتبر من القرارات غير المؤكدة أو المصحوبة بدرجات مرتفعة من المخاطرة. أربعة، القرارات الشاملة والقرارات الجزئية. القرارات الشاملة هي تلك القرارات التي يمتد أثرها ونتائجها إلى كافة أو معظم إدارات المنظمة، وتغطي العديد من جوانبها مثل القرارات المتعلقة بزيادة رأس المال. أما القرارات الجزئية فهي تلك القرارات التي تشمل أو تخص وحدة معينة أو إدارة معينة داخل المنظمة، مثل قرار ترقية موظف داخل إدارة أو قرار إعادة تنظيم قسم معين. خمسة، القرارات حسب مجال التخصص، حيث أن هناك قرارات مالية وأخرى إنتاجية وقرارات تسويقية وقرارات خاصة بالموارد البشرية وأخرى خاصة بالشراء والتخزين وهكذا. ثالثا، مراحل اتخاذ القرارات. واحد، إدراك المشكلة وتحديدها. فالمشكلة عبارة عن موقف غير مرغوب يواجه الإدارة، أو اختلاف الأداء الفعلي عن الأداء المخطط، أو تحقيق نتائج دون المستوى. وإدراك المشكلة يعني قدرة متخذ القرار على الإحساس بوجود ظواهر معينة داخل المنظمة تجعله يقتنع أن هناك شيئا ما خطأ، مثل رصد عدد العاملين الذين يتركون العمل أو انخفاض نصيب المنظمة من المبيعات. بعد إدراك المشكلة أو رصد الظاهرة يجب معرفة أسبابها، ومن هنا يتم تحديد المشكلة، ويتم ذلك من خلال جمع المعلومات الكاملة والدقيقة عن الأسباب الحقيقية لحدوث هذه الظاهرة. 2، الحصول على البيانات والمعلومات اللازمة. تعتبر المعلومات بمثابة العمود الفقري لاتخاذ القرارات، لأن القرار الرشيد هو الذي تتوافر له البيانات والمعلومات الضرورية والتي تم جمعها بطريقة دقيقة وتم تبويبها وتحليلها بحيث يمكن الاستفادة منها إلى أقصى درجة ممكنة. والبيانات والمعلومات المطلوبة قد تكون داخلية من داخل المنظمة، وقد تكون خارجية من خارج المنظمة، وقد تكون ثانوية، وقد تكون أولية، قد تكون وصفية، أو قد تكون كمية. 3، استكشاف بدائل الحل. إن البديل هو أحد الخيارات المطروحة أمام متخذ القرار، والذي يسهم في علاج المشكلة، أو هو الطريق لتحقيق الهدف. ولا بد أن يتصف البديل بالصفات التالية: إمكانية تنفيذ هذا البديل، أن يسهم في تحقيق
النتيجة المرغوبة سواء كان ذلك كليا أو جزئيا، أن يكون البديل قابلا للقياس، أن يتماشى مع ظروف وإمكانيات المنظمة، أن يحقق الغرض مع مراعاة الاعتبارات الأخرى. فكلما زادت عدد البدائل المطروحة كلما كانت فرصة نجاح القرار أكبر. وجود بديل واحد فقط يلغي عملية صنع القرار. 4. المفاضلة بين البدائل. يجب على متخذ القرار أن يعتمد على مجموعة من المعايير الموضوعة الخالية من التحيز أو الرأي الشخصي في مرحلة المفاضلة بين البدائل. ومن هذه المعايير ما يلي: مزايا أو فوائد كل بديل مقارنة بعيوبه أو مخاطره، مدى الكفاءة التي يحققها كل بديل من حيث التكلفة والسرعة والجودة، إمكانية تنفيذ الحل الأنسب في ضوء إمكانيات وموارد المنظمة الحالية، المشاكل الجانبية المترتبة على تطبيق البديل، فقد يساعد في حل المشكلة الرئيسية ولكنه في نفس الوقت يخلق مشكلات أخرى. المفاضلة بين البدائل لابد أن تتم في ضوء الدراسة والتحليل باستخدام مجموعة من المعايير الدقيقة. المفاضلة بدون معايير لا تقود إلى البديل الأفضل. 5. اختيار البديل الأنسب. تشير هذه المرحلة إلى اختيار أحد البدائل واستبعاد البدائل الأخرى، وذلك نتيجة عملية المفاضلة التي حدثت في المرحلة السابقة. إن البديل الأنسب هو الذي يؤثر تأثيرا مباشرا في حل المشكلة المطروحة في أسرع وقت ممكن وأقل تكلفة ممكنة في ضوء إمكانيات وموارد المنظمة وفي ظل القيود البيئية الموجودة في المجتمع، مع تجنب المنظمة لأي مخاطر أخرى. ومن الأساليب المستخدمة في المفاضلة بين البدائل ما يسمى بشجرة القرارات Decision Tree. 6. تنفيذ القرار. تشير هذه المرحلة إلى تحول القرار من مجرد حبر على ورق إلى حيز التنفيذ، وتنفيذ القرار يتطلب أن تكون هناك آلية للتنفيذ، لأن آلية التنفيذ هي في الواقع جزء من القرار، وبدونها يصبح القرار مجرد نية طيبة. تتضمن آلية التنفيذ تحديد ما يلي: الإدارات أو الأقسام المعنية بالقرار، الأشخاص المعنيون بالقرار وأدوارهم، الإمكانات والوسائل المطلوبة لتنفيذ القرار، البرنامج الزمني لعملية التنفيذ. 7. المتابعة والتقويم. المتابعة تمكن متخذ القرار من التعرف على أوجه القصور والعقبات التي تعترض التنفيذ، ومن ثم قد تسفر المتابعة عن تعديل للقرار أو تطويره، ولا مانع من إلغاء القرار إذا تبين أنه خطأ، علاوة على أن متابعة تنفيذ القرارات تساعد الإدارة في توفير تغذية مرتدة بالمعلومات تمكنها من تجنب الأخطاء في القرارات اللاحقة. 8. توضيح الفروق الفردية كأحد العوامل المؤثرة على عملية اتخاذ القرار على النحو التالي: ألف، التوجه المباشر،
يتميز هذا النمط في اتخاذ القرارات بالخصائص التالية: تفضيل الحلول البسيطة والواضحة، اتخاذ القرارات لا يستغرق وقتا طويلا، متخذ القرار يفحص عدد محدود من البدائل المطروحة، متخذ القرار يفضل الاعتماد على القواعد الموجودة لديه عند اتخاذ القرارات، يستخدمون مكانتهم الاجتماعية والوظيفية لتحقيق الأهداف. ب. النمط التحليلي: إن الأفراد الذين يطبقون النمط التحليلي عند اتخاذ القرارات يتميزون بالخصائص التالية: لديهم رغبة في التفكير في الحلول المعقدة، تحليل القرارات بحرص قبل تنفيذها لمعرفة أثرها، استخدام أكبر قدر من المعلومات، يشعرون بمتعة عند التصدي للمشكلات وإيجاد حلول لها، لديهم رغبة في الوصول إلى أفضل الحلول الممكنة للمشكلات المطروحة، يرغبون في التوصل إلى الحلول المبتكرة. جيم. بناء المفاهيم: إن الأفراد الذين يستخدمون نمط بناء المفاهيم في اتخاذ القرارات يتميزون بالخصائص التالية: يميلون إلى بناء وتطبيق المفاهيم العامة في حل المشكلات، يتأثرون أكثر بالظروف الاجتماعية عند حل المشكلات، يفكرون في مجموعة كبيرة من البدائل، يحللون المشكلات بطريقة مبتكرة، يفكرون كثيرا في المستقبل والشعور بالمتعة عند ابتكار أفكار جديدة. ديل. المدخل السلوكي: حيث يتميز أصحاب هذا النمط في اتخاذ القرارات بالخصائص التالية: يهتمون بالمنظمات التي يعملون بها، يميلون إلى التنمية الشخصية لزملائهم في العمل، يمدون يد العون والمساعدة للآخرين لتحقيق أهدافهم، تقبل اقتراحات الآخرين، يميلون إلى عقد الاجتماعات لاتخاذ قراراتهم.